هسه هذا طاقة رقم اثنين نرجعه رجعنا له هسه نطيوه. اسمي اشرف صديق الياس محمد القهوجي، تدريسي بكلية علوم البيئة جامعة الموصل، وعمري 49 سنة والحمد لله. انا تخصصي انا طبيب بيطري بالاساس، تخصصي ادوية سموم بيطرية، ودرسهم هوني سموم بيئية، ودرسهم ايضا تلوث التربة لان من ضمن عملي كتلوث البيئة بشكل عام، ودرس الطلاب بمنهج علمي حديث اللي قمنا بدخول بعدة دورات من أجل تطوير التعامل مع الطالب وقراءة نفسية الطالب من أجل أصل إلى أقرب ما يمكن لإيصال المعلومة للطالب عن طريق دخول عدد دورات، إضافة إلى الدورة الأساسية اللي دخلتنا جامعة الموصل بها من أجل حصل على كفاءة التدريس. لكن ما يتوقف العمل عند كفاءة التدريس، على التدريسي دائما أن يدور ويبحث عن ما هو أحسن طريقة لإيصال المعلومة للطالب عن طريق. في الوقت الحالي متوفر عندنا النت، تدخل على المحاضرات اللي خاصة بمادتك، تخشى أسلوب الأساتذة طريقة ليوصل بها المعلومة وما هي أفضل طريقة، إضافة تدخل أيضا على دورات بالنت أيضا موجودة لتعليم طرق التدريس الحديثة اللي قامتها أيضا وزارة التعليم العالي قبل فترة دخلنا بها، وأيضا دورات أجنبية يعني بدول غربية دخلنا بها من أجل قراءة نفسية الطالب وإيصال المعلومة بشكل مناسب. الحمد لله من بداية أول محاضرة اعتبرت الطلبة هم أولادي وبناتي، ما اعتبرتهم أستاذ وطالب، وهذا الأمر قلته للطلاب، تريدون أن أكون أستاذ وطالب أم أب وأولاد؟ وقالوا أريد أب وأولادي، إذا أتعامل معهم كأولادي.